وهلا والله يا جماعه، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. جاي من جديد في حلقه جديده سوبر ماريو ميكر 2 سبيد رن. حلقتنا اليوم حتكون حلقه كذا سريعه، حلقه استرجاع، حلقه تسخين. قبل كل حاجه يا جماعه، ليش المشاهدات الحلقه اللي فاتت كانت معدومه؟ اذا عجبكم نوع المحتوى لايك شير سبسكرايب، انشر المقطع في كل مكان. صح ما حتستفيد، بس احنا بنستفيد انه يزيد عدد المتابعين. هذا الزر اسمه سبسكرايب، اضغط عليه. هذا الجرس، جرس التنبيهات، فعله عشان اي حلقه جديده تنزل تشوف. لا طول، قبل كل حاجة أوكي بيبول، هل أنتم مستعدون لحلقة تكون خرافية بطلة؟ هيا بنا. وأهلا وسهلا مرة تانية في حلقة جديدة لسوبر ماريو ميكر 2، اللعبة الجميلة والخطيرة والمثيرة والرهيبة. من زمان ما نزلنا سوبر ماريو يا جماعة. نبدأ يا جماعة اليوم في الحلقة هذه، أنا أبغى ألعب سبيد رن من دحين، ترى الحلقة سبيد رن. فهيا بنا في هذه الرحلة الجميلة والخطيرة والمثيرة. وكالعادة نحط إكسبرت ونبدأ. الدنيا كلها تمام، ندور على السبيد رن، وهذه اول سبيد رن. حيا يا جماعه، هل انتم مستعدون لحلقه خطيره وجميله؟ حيا بنا. 417 فوز محاوله، 417 محاوله، فلنبدا. او ام جي حلوه، بس لما نشوف فين ايش الفكره حقت المرحله ما ندري. اوكي اوكي ماشيين سليم يا جماعه الى الان. جميلة تسخينة، لكن نورمال، ما هي اكسبرت نهائيا، لكن تاخذ اي ساكت اكزت الا بعده. سبيد رن جديد وجميل وخطير ومثير. من زمان والله ما سجلت يا جماعة، تصدقوا 123 محاولة، من زمان ما سجلت. شفت الحلقتين اللي فاتت مشاهداتها جدا ضعيفة، ليش؟ ما اخذ كوبي رايت. طيب ايش سويت محمد؟ ولا شيء، عشان كذا المشاهدات معدومة اصلا ولا طلعت اكسبلور. لكن ان شاء الله الحلقة هذه نطمح ان تكون حلقة جميلة ومشاهداتها حلوة، فلا تبخل علينا بمشاهدات. فتجي كذا، لاحظوا الان، شفتوا؟ اوكي او ماي جاد، يعني يا سيدي حلوه. اوكي شفتوا برضو هنا نفس المشكله حقت قبل ثلاث موتات، لما جيت نطيت صقعت في طرف المدفع. اوكي اوكي يا سلام، سو فار سو جود. اقل اخذت تشيك بو، والله الفوز يعني كذا البلو. اه يا تسلب. واحد اثنين ثلاثة، حتبلع اقوى بو في تاريخ البشرية، لانه بحال ما هي جميلة. كده حاسس انه فيها حاجة غلط، حاجة مو كويسة، فحتبلع بو. واكزت ولا بعده يا مدير. سبيد رن جديدة 9.18 نسبة الفوز و 490 محاولة، 490 محاولة للفوز، فهل سنستطيع ام لا؟ سنرى الان. اوكي
ها مشكلة انا انط من هنا. طيب بس برضه والله ماني فاهم. ما ادري انتم معكم يا جماعة. بو اكزيت لبعده. سبيد رن تو ليفل فان ماير. اي دون نو. ربي ماني فاهم المرحلة كيف. او ماي جاد. المشكله انت مع السير هذا بتدعس زياده. اوكي يعني انا معزوفه البيانو هذه اذا انا سويت عليها الجمب معناها ان انا رحت فيها. اي والله يا عيني يا عيني يا سيدي يا سيدي. حلوين حلوين حلوين. تجي كذا يا معلم. او ماي جاد. اوه يا ليحي يا ليحي يا ليحي. لا مو كذا مو كذا مو كذا مو كذا مو كذا يا شيخ. حرام عليك وربي. مره سهله مره سهله. ما هي صعبه مره ما هي صعبه. فوكس بليز بليز فوكس. اوكي نفس المكان. ركز هنا 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 فحوى الكلام. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. اح طيب كان اخذت الليفل اب. يعني كان اخذت الليفل اب. اوكي مره جميله. اي لايك ات. اكزيت نروح المرحله اللي بعدها. ليش المراحل هذه ما ألعبها من بداية التسجيل؟ أنا بلعبها في نهاية التسجيل لما خلاص راسي بتفجر. والله يا جماعة حرام المراحل دي ألعبها في النهاية. هذه بلا بداية. ترى الفكرة النت حيجينا خلاص إن شاء الله كلها 3 أسابيع إلى شهر. أخيرا حنصير والحي تبعنا من أحد مناطق جدة أو السعودية. وحنلعب يا حبيبي كل يوم بثوث على الكيك وعلى التويتش زي زمان. ودعس دعيس وشغل نظيف وفورت نايت وكول اوف ديوتي وببجي والحركات هذه. هذا الفوز يا جماعة. ام جي. والله الفوز الفوز. عارفين اقول لكم مرحلة كيف تافهة. هذه مرحلة مرة تافهة.
دقيقة، ليش هذا 17900 وأنا 18272؟ هو قال مني بثانية ليه؟ طب هي كلها سبرينت واحد وانتم شايفين المرحلة، كيف أخذ 17؟ reach the goal after grabbing at least 56 coins. هذا الكونديشن. أحي ليه؟ يا اخي كيف هذا سبيد رن؟ ايش البلاهه دي؟ يعني انا وقتي قاعد يضيع ابلع بوب بتليك. اوف بس يا جماعه اذا وصلت لهذا المقطع لايك شير سبسكرايب، انشر المقطع في كل مكان، ادعمنا، انشر لنا، اعطينا كومنت حلو. اذا كنت انت في اي مكان في العالم فضلا وليس امرا، انشر مقطعنا لكل جروباتك اللي في المدينه تبعك. كثيرين بيتابعونا من برا السعوديه، حاولوا تنشروا مقاطعنا برا السعوديه عشان نزيد ونزيد ونزيد وتكون شريك معانا في هذه القناه. لا نطول ونختم الحلقه هذه ونتقابل في الحلقه الجايه. أشوفكم على خير. Peace out.